خلاص انا عندي قصه براي في نفسي ابى احكيها لك. يعني انا فعلا بملاريا عندي ولدين، بنت وولد، مرضوا يعني شفت كيف. وكل اللي يعلم الخالق ما كان عند اي حاجه. المره شالته ودخلتهم العياده، بعدين الناس العياده معنا شنو ركبوا فيهم دربات، يعني دربات. بعدين الدربات انا قايل ما لقوه درب يعني بانف، يعني الجنه درب بانف. قالوا لي اشتري له الشيء الفلاني والشيء الفلاني. انا حسي مشيت عشان القى سلفيه وخابصت بجاي، ما لقيت السلفيه، ما لقيت السلفيه. جيت جبت كيف حتى البرتخال اللي اشتري بها ما لقيتها. خلاص جيت راجع في الاولاد وقعدت جنبهم، شفت الاولاد بس يعني بيصرف عينهم، يعني يصرف عينهم وحمه فيهم شديده، ومركبين فيهم درب، درب بتاع مديده فينا، درب بتاع مديده مو درب بتاع لا لا بتاع الملح واي حاجه، درب بتاع مديده. في النهايه لما انا ثاني عشان ما اشوفهم قبضت في السوق ده ما لقيت حاجه. اولادي تب لما جيت ارجاني الجنا ميت. ثاني قبضت بالليل، قبضت في السوق عشان القى حاجه امسك فيه خشم ان شاء الله يبل ريقه بعد يموت. ما لقيت، ارجاني ميت. شلت الجنازه والبت خليت معها المراه، وانا شلت الولد جنازه ميت، شلت جبت هنا جاي. جيت مشيت معناته خطيت هنا، خليت معه زول عشان يسلف التوب، التوب اللي بنلف فيه ده لقيته، سلفني ليه واحد، ما لقيت منه برتخاله لكن سلفني التوب. ثاني معناته شنو لما رجعت عشان اعرف حال البت، البت ارجتني ميته، شلنا البت يوم واحد، كلهم معناته شنو؟ بت بات هنا بس، شفت كيف رقدتهم هنا كل انا مو باكل، المرأة مو ماكلة، الأولاد التانيين مو ماكلوا، الحمد لله رب العالمين. صبيحة بكرة يعني أنا شلت الهدام اللي بيلبسوه، شفت كيف راقمت الناس، أنا براي عيان، راقمت الناس وشالوهم ودوهم المقابر. هذا الشيء أصعب شيء قابل ليوم الليلة، ليوم الليلة. أنا ما أشوف البت بتفتح خشمة للموت، يعني ليوم الليلة بتذكر. ده هو الشيء اللي قابلنا، ويحصل كل إنسان ممكن قابله ده. بيقابل أي شيء.